مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق. الله مستنياك تعبت تعبت من الأشواق، مستنياك وانا دايبة يا عين بالفراق الفراق. حبيبي حبيبي خطيرة. بعد إعلانها عودتها للغناء، بسمة غسيل تتصدر ترند محركات البحث جوجل بأغنية أنا بدي طير على موقع إنستجرام. تصدرت بسمة غسيل محركات البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد إعلانها عودتها للغناء مرة أخرى بعد مرور أسابيع قليلة على انفصالها عن النجم تامر حسني. وأعلن مصطفى رؤوف مهندس الصوت عن عودة الفنانة بسمة غسيل للغناء مرة أخرى خلال تصريحات خاصة به عبر القنوات الفضائية، وذلك بعد غيابها عن الغناء فترة طويلة منذ ظهورها في برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي. قال مصطفى في تصريحاته: بسمة غسيل تعمل حاليا على اختيار الأغاني التي ترغب في تسجيلها وتعمل على طرحها خلال الفترة القادمة. وأصدرت الفنانة المغربية بسمة غسيل أغنيتها الجديدة تحت مسمى أنا بدي طير، التي طرحتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، ونشرت بسمة صورة تجمع بينها وبين مصطفى رؤوف مهندس الصوت، مما أشار على تحضيرها أغنية جديدة خلال الفترة القادمة. في سياق آخر، أثارت الفنانة بسمة غسيل الجدل بعد انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهجمت هالة عمر مديرة أعمال تامر حسني على السوشيال ميديا بصورة تجمعها مع تامر حسني، وكتبت بسمة معلقة على الصورة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة، مؤكدة هجومها على الفنان تامر حسني. وكتبت في خاصية ستوري على إنستجرام: احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو كان الحد ده سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة أولادك. خالص أمنياتنا للفنانة بسمة غسيل بالتوفيق. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد مع أجمل ورقة حياتي وتحية أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا